اهلا بكم. احنا لسه مع كارثة الدواجن، الكارثة الكبيرة اللي بتمس ملايين المواطنين، واللي هنحاول نعرف اكتر عن تفاصيلها وازاي لو في امكانية لانقاذ هذه الصناعة اللي بتمس الحقيقة الامن القومي المصري. هنتعامل مع ده بشكل سريع، وما انا ما لا استطيع ان افتي، لكن معنا الدكتور عبد التواب بركات. دكتور عبد التواب بركات، اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد وللسادة المشاهدين. دكتور عبد التواب، معلش يعني ممكن حضرتك تديني فكرة أكتر عن المأساة دي، لأنه كمان في خبر من شوية أنه رئيس الوزراء أصدر أوامر للبنك المركزي بحل أزمة الدواجن والأعلاف سريعا لدعم صناعة الدواجن. ممكن تدينا سريعا فكرة عن القصة دي يا دكتور؟ مربي الدواجن يا أستاذ محمد منذ 3 أو 4 شهور وهم في أزمة نقص الأعلاف، لدرجة أنه سعر طن العلف الدواجن زاد من 7500 جنيه دلوقتي 14 و 15 ألف جنيه. دي الأزمة يعني الحادة اللي بيعيشها مربي الدواجن دلوقتي، وده اللي كان سبب رئيسي خلى طبق البيض بعد ما كان ب 40 جنيه وصل 85 جنيه طبق البيض، وتوقف مئات بل آلاف المربين الصغار عن يعني تربية الدواجن. طبعا الدواجن دي يا أستاذ محمد هو بروتين الغلاب، لأنه المصريين دلوقتي ما عادوش بيقدروا يشتروا اللحم البلدي، فما بيلاقيش إلا الفراخ البيضة. دلوقتي في كارثة حقيقية، ودي تاني ضربة قطاع الدواجن بيتلقاها في مصر منذ 2014. في 2016 عملوا إغراق، برضك تفتكر لما كانوا بيبيعوا الفرخة المجمدة ب 10 جنيه على الرصيد، دي كانت مستوردة من الخارج مع أنه مصر عندها اكتفاء ذاتي من الدواجن. فدي أول ضربة يعني خربت بيت المربين، وما فيش حد بيدافع عنهم للأسف. النهاردة العلف مش موجود، موجود في الجمارك، وبيقولوا ما فيش دولار يدخلوا بيه العلف، أدى إلا أن طن الذرة الصفراء وصل أكثر من 10,000 جنيه، وعلف الدواجن وصل يعني تخطى ال 14,000 جنيه زي ما بقول لحضرتك، بعد كان نص السعر تقريبا. الجريمة الحقيقية بقى الأكبر من غياب الدولار وكان غياب الأعلاف، إنه في هذه الأزمة وفي قرار بمنع استيراد الدواجن المجمدة من الخارج أو حتى المبردة، حفاظا على الصناعة الوطنية للدواجن البيضاء اللي فيها استثمارات بأكثر من 100 مليار، يعني من 2 مليون مواطن شغالين في مزارع. لا، 3.5 مليون، 3.5 مليون مواطن. طيب لو 3.5 مليون اضرب حضرتك في 4، بنتكلم في 14 مليون مواطن مصري، يعني 4 الأسرة فيها 4 أفراد، بنتكلم في مصدر دخل 14.5 مليون. معلش يا دكتور عبد التواب، أنا بس في حاجات بحاول أفهمها، يعني إحنا الناس عارفة والناس أكتر مني ومنك شايفين الأزمة عاملة إزاي، لكن هو السؤال، أنا في خبر قدامي إن السيسي من كام سنة كده اهتم بصناعة الدواجن دي، وعمل وجه لجنة بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن والارتقاء بها. الخبر ده من حوالي في يونيو 21 اهو، ده في يونيو يعني من سنة وشهور، مش كده ولا انا فاهم غلط؟ طيب يبقى هو كده حط السبوبة دي في دماغه، وبالتالي دي يعني حتى لا، ما انا مش فاهم يا دكتور عبد التواب، يعني ايه حتى السبب اهو؟ السيسي وجه بلجنه بتشكيل لجنه عليا لتنظيم صناعه الدواجن والارتقاء بها، وفي التفاصيل اديني تفاصيل يا علي لو سمحت. اجتمع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي والسيد القصير وزير الزراعه واصلاح والمهندس مصطفى الصياد، وتم عرض خطه وزاره الزراعه للارتقاء بصناعه الدواجن والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي ويعمل بها حوالي 3 مليون عامل، حيث وجه السيسي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن والارتقاء بها. طب ده معداش سنة
ومصر لبست في حيطة، يعني القطاع ده الصناعة دي لبست في حيطة. ماذا تعني الجملة دي؟ يعني ماذا يعني الخبر ده بعد سنة احنا بنؤتي ثماره دلوقتي؟ ماذا تعني؟ ما هو تفسيرك؟ شوف، احنا عندنا أزمة كبيرة يا أستاذ أحمد، لو يا أستاذ محمد عفوا، لو اتحلت يبقى الحكومة ده فعلا بتهتم بهذا القطاع. لو وفرنا الذرة الصفراء وفول الصويا والأمصال واللقاحات يبقى الدولة بتهتم بهذا القطاع. لو ما وفرناش الثلاث حاجات دول يبقى الدولة لازالت بتحارب قطاع الدواجن، وبالتالي في استيراد للدواجن من الخارج وزيادة في أسعار الأعلاف، لأنه احنا بنستورد 100% من أعلاف الدواجن. ال 100% دول بيمثلوا 60 ل 65% من تكلفة الفرخة يا أستاذ محمد. يعني لو الفرخة بتنباع ب 35 جنيه فيهم بنتكلم في حوالي 25 جنيه بس ذرة صفراء. هو لما السيسي يحطها في دماغه يقول بنوجه بالارتقاء والتنمية والتطوير، شوف النتيجة بعد كده. النتيجة بعد كده انه كان الكيلو الفراخ البيضة ب 28 جنيه، دلوقتي تخطى ال 35 جنيه في المزرعة. دلوقتي في اعدام لقطعان الدواجن والكتاكيت، فهو فتح ومن اسبوع فتح باب الاستيراد من الخارج. مين اللي بيستورد من الخارج؟ الشركات التابعه للمخابرات وعلى راسها شركه ميدي تريد، ودي نفس الكارثه اللي حصلت في 2016. نتيجتها ايه؟ انه الناس دلوقتي بيعدموا الكتاكيت، اللي عنده أمهات بتطلع البيض علشان الكتكوت بيتخلص منها بأي سعر، وبالتالي في تدمير لقطاع صناعة الدواجن في مصر لحساب بقى في هذه اللحظة لحساب الناس اللي بتستورد الدواجن. طيب دكتور عبد التواب، في خبر نزل الدكتور مصطفى مدبولي وجه أو أصدر أوامره للبنك المركزي بتوفير العملة لخروج أو استخراج الاعلاف اللي موجوده في الجمارك والحاجات دي. الخبر قدامنا اهو للافراج عن اكبر قدر ممكن من الاعلاف. يعني هل تعتقد ده هيحل ازمه الدواجن؟ وهل هو ده سؤالي وسؤال المهم والاخير، يعني هل تعتقد ان احنا هيبقى في اذا حصل وحلوا الازمه وافرجوا عن كميات الاعلاف اللي موجوده في الجمارك، هل تعتقد ان احنا هنعاني من اثار هذه الازمه والى اي مدى؟ طبعا اولا لما يفرج عن الذره الصفراء دلوقتي ويعمل المستخلصات الجمركيه والدون دولار يطلعوا الذره الصفراء، يبقى هو كده بيحل الازمه. لكن القطعان اللي خرجت من الانتاج دلوقتي هتظل الاسعار عاليه لمده يعني ليس اقل من 8 شهور او 10 شهور. احنا ازمتنا دلوقتي انه ما فيش ذره صفراء، وكان في مشروع في 2013 عمله الدكتور باسم عوده مع وزير الزراعة واتحاد منتجي الدواجن للاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء، لأنها بتمثل 60-65% من تكلفة الدواجن. هذا المشروع تم إهداره، بعد كده بقى بيستورد الدواجن، فهو عينه على استورد الذرة واستورد الدواجن بيتربح من مربي الدواجن. النقطة الثانية، النتيجة إيه يا أستاذ محمد؟ إنه بعد ما كان الكيلو الدواجن ب 11 جنيه وطبق البيض ب 5-6 جنيه، دلوقتي كيلو الفراخ بقى ب 35 جنيه وب 40 جنيه، وطبق البيض بقى ب 80 جنيه وب 85 جنيه. ده 90 وعدى 90 كمان. وبالتالي ده خلاصته يا استاذ محمد ان مشاريع الطرق والكباري دي سياسه فاشله. يجب ان الحكومه لو عندها على المواطن حتى استقرارها نفسها تدعم هذا القطاع، لانه فعلا هو بيعيش منه 14 مليون مواطن مصري، وده بروتين الغلابة. يعني فاتح بيت 14 مليون مواطن مصري في استثمارات ب 100 مليار جنيه. إذا استمرت هذه السياسة إنه ما فيش دولار، طب ما في يعني الدولار ده جه دلوقتي بعد تأخير 3 شهور بعد ما الدنيا خربت والناس أعدموا الكتاكيت بطريقة يعني تدم القلب، يعني وهو الدولارات دي ما كانتش موجوده لما كان بيشتري الطياره بنص مليار. ده النص مليار دولار دول يشغلوا في مزارع الدواجن 6 شهور يا استاذ محمد. على اي حال حضرتك جبتها من الاخر، بشكرك الدكتور عبد التواب بركات. على اي حال هو الازمه زي ما ذكر الدكتور عبد التواب بركات انه
يبدو ان في ناس مستفيده من القصه دي، لكن اللي ذكره كمان الدكتور عبد الله بركات انه ربما يعني نسال الله انه ما يحصلش، بس يعني هو ده المنطق يعني، انما هتعاني صناعه الدواجن فتره اذا كانت الحكومه جاده دلوقتي والنظام، مفيش حكومه. انا قلت لكم القصه دي يعني عشان ما نضحكش على بعض، اصل حاكم احنا بنقع في غرام شعارات كده بنقولها، زي مثلا ايه من زمان وانا عندي مشكله مع شعار مثلا مصر اولا دائما مصر اولا، يعني ايه بقى مصر اللي اولا؟ احنا عشقنا شعارات عبد الناص، يعني ايه مصر اولا؟ طب وانا ايه بقى؟ هي مصر دي ايه؟ شقه فاضيه كده بتطلع الاول؟ ما تعرفش. زي مثلا الشرطه في خدمه الشعب، ليه الشرطه في خدمه الشعب؟ وبعدين لما حبوا يعدلوها بعد حبيب العدلي قال لك الشرطه والشعب في خدمه القانون. مين القانون ده؟ مين القانون اللي الشعب رايح يخدمه؟ الشرطه والشعب رايحين يخدموا قانون، هو مين القانون ده اصلا؟ اله بقى اتعمل كده اسمه قانون، اله. فبقت الشرطه والشعب في خدمه، كنت امشي قدام الاقسام اقعد اسال نفسي السؤال، هو اللي بيكتب الحاجات دي واعي اللي هو بيكتبه؟ يعني ايه الشعب والشرطه في خدمه القانون؟ لا ده القانون هو اللي في خدمتنا يا جدعان. الشعب اهم، الشعب الدوله هي الشعب، ما فيش حاجه مفرغه كده هلاميه اسمها الدوله، فيش حاجه في العالم اسمها كده، انما في شعب، فيبقى الشرطه زي جزء من الشعب والقانون بينظم حياه الناس دي. ما فيش شعارات، ما تقوليش شعارات مش منطقيه. فالراجل ده نفس القصه، الراجل ده بص يعني سفحكم شعارات، النتيجه ايه بقى؟ ان مزارع الدواجن زي ما قال الدكتور عبد التواب هتعاني، هو بيقول 8 شهور تقريبا، نسال الله ان تكون اقل او ما يعانوش خالص. ده اذا كانت النظام جاد، ما تقولش الحكومه، قل ولا تقل، ما فيش حاجه اسمها حكومه، انسى كل دول سكرتاريا، امضي ابصم يبصم، في حاجه اسمها نظام، النظام الذي يحكم مصر اذا كان جادا يبقى المزارع دي هتعاني كام شهر كده وتعدي الأزمة، لكن ما نعرفش اللي بعده.